السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم الكوتش والمؤلفة سكا حسن. دائما في إطار لقاءات رمضانية الخاصة بأعضاء نادي الكوتش والمدرب الممارس، اليوم إن شاء الله نتمم اللقاءات اللي بدينا مع الكوتش والأستاذ المتميز أشهبار محمد في موضوع التفوق الدراسي. موضوعنا اليوم إن شاء الله ليكون على واحد الموضوع اللي مهم مهم جدا جدا، اللي خصنا فيه ما يتقال أكثر وأكثر. السي محمد اليوم إن شاء الله هيتكلمنا بما يسمى التركيز. سي محمد ألف مرحبا بك. مرحبا أستاذي، مرحبا أستاذي. اليوم كيف قلنا غنهضروا على موضوع التركيز باعتباره واحد من أهم المهارات. أنا لن أغالي إن قلت أن مهارة التركيز هي أهم مهارة يحتاج التلميذ باش يتفوق في الدراسة دياله، لأنه إذا لاحظنا أن أغلب المشاكل اللي مرتبطة بالتفوق عند التلميذ مرتبطة تعود إلى التركيز. مشكل النسيان عنده علاقة بالتركيز، مشكل الملل عنده علاقة بالتركيز، مشكل السرحان، مشكل عدم التذكر، يعني أي مشكل منهجي ومشكل ذهني مرتبط بالتركيز. إذا وبالتالي فالتركيز هي أم المهارات الدراسية في اعتقادي. إذا أولا شنو نقصد بالتركيز؟ إذا ما يمكنش نهضر على التركيز وعلى الآليات اللي ممكن تساعدنا في الحصول على تركيز أعلى بدون حديث على التركيز. شنو هو التركيز أصلا؟ التركيز اللي بغينا نعرفه باختصار شديد وبساطة جدا هي واحد الطاقة مجمعة في بؤرة ذهنية. إذا أو ممكن أننا نقول على أن التركيز هي طاقة ذهنية نوجهها لشيء واحد. إذا التركيز يساوي طاقة ذهنية زائد موضوع واحد، فأنا لا يمكنني بأي شكل من الأشكال أن أركز على عنصرين في الآن نفسه. إذا التركيز هو بمثابة واحد التوجيه للعقل والانتباه مع متابعة ما يقال، يعني خلال واحد فترة زمنية دون تشتت، أو أنني كنهتم بأمور محددة منتقاة. يعني أنني مثلا أنا أراجع العربية، اهتم بمراجعة اللغة العربية دون سواها من المواد. هلك الساعة ننتهي منها ندوز المادة أخرى، وبالتالي فالتركيز هو توجيه الطاقة الذهنية في أمر محدد معين. وبالتالي فكلما كانت القدرة عالية فكلما كانت القدرة على الاستيعاب أعلى، وبالتالي استحضار المعلومة في الامتحان أقوى وأكبر. عم سي محمد، طبعا ما يمكنش نهضروا على التركيز بلا ما نهضروا علاش التركيز مهم، علاش كنعتبره هو ام المهارات. اذا اولا التركيز كيساعدنا انه نتحكموا في الافكار ديالنا بشكل كبير جدا. اذا فالتلميذ اللي عنده قدره على التركيز على الماده الدراسيه اثناء المراجعه عنده القدره على انه يتحكم في الافكار ديالو والمعلومات تثبت في الذهن. ثانيا انه كيعطينا ذاكره افضل. الناس والتجارب ديال الناجحين تلقى علاش انت كتذكر بشكل كبير، يقول لك على انني انا عندي عضله التركيز حاضره بشكل قوي. اذا تركيز قوي يساوي ذاكره افضل، ذاكره افضل تساوي مردوديه اعلى، ومردوديه اعلى تساوي نجاح وتميز وتفوق. نقطه اخرى هو ان التلميذ اللي كيكون عنده القدره على التركيز في الغالب كتكون عنده حتى ثقه بالنفس اعلى. اذا هو عارف القدرات ديالو، امن بالقدرات، وعارف على ان التركيز يساهم بشكل من الاشكال على انه تعطيه الثقه بالنفس. عكس التلاميذ اللي تلقاه ما كيركزش، ديما كيتواصل معك يا استاذي انا ما كنحفظ وما كنقدرش نركز. اذا اوتوماتيكو مشكل ديال التركيز كيعطينا مشكل ديال عدم الثقه بالنفس، وبالتالي التقدير الذاتي كيكون ضعيف، وهذا الامر غينعكس على المردوديه وعلى الانتاجيه ديال المتعلم. ثالثا ورابعا ونقطه مهمه جدا هو ان التركيز يساعدنا في زياده الانتاج، يعني انني كنركز يعني الانتاج ديالي كيكون تكون المردوديه اكبر، وبالتالي ملي كتكون الانتاجيه اكبر استاذي اكيد انني كنحقق الاهداف ديالي. وبالتالي بلاصه ما انني يكون الهدف ديالي هو نجيب 10 ولا 11 كنلعب على انني نجيب 16 ولا 17. علاش؟ لان من خلال التركيز تكون الانتاجيه اعلى، وبالتالي القابليه لانني نجيب نقاط كبيره اكبر واكبر. ونقطة أخيرة في الشق المرتبط بأهمية التركيز أستاذي هو أن التركيز يساعدني في اختصار الوقت، كنربح الوقت. فمثلا أنا كنركز على واحد المادة، عندي اجتماعيات مثلا في أولى بكالوريا، الدرس نقدر بالتركيز العالي نقدر نديرو ساعتين، أما إذا كان التركيز مشتت غادي يمشي ليا في حد يومين. وأنا كنهضر معك أستاذ انطلاقا من تجارب مع تلاميذ، يعني أنه كتلقاه درس بس يديرو فيه ساعتين، ثلاثة سوايع كيديرو في يومين. وبالتالي فالتركيز هنا يعطيك المجال لانك تربح الوقت، وبالتالي ملي كتربح الوقت كتشتغل باريحيه وك
تكون اكيد مردوديه والنتيجه كيف كنبغيو ان شاء الله، التفوق والتميز والصلاح والفلاح. وي استاذ سي محمد، نذكروا اخواني واخواتي ولا ابنائي الطلبه والطالبات بانه نقطه مهمه ذكرتها لنا السي محمد، بانه قلتي بانه التركيز عباره عن طاقه ذهنيه. انت نقولوا طاقه، عندنا واحد الطاقه، تنركزوا على موضوع واحد تكون على يقين تكون نتيجه وتكون كذلك انتاج. يعني في الماده بخلاف اذا درنا التركيز ديك الطاقه الذهنيه في جوج المواضيع ولا ثلاثه يكون على يقين يكون عندك تشتت. راه ميم صوص بحال عندنا واحد المصباح اللي كيوجد في واحد الغرفه، وذاك المصباح التركيز ديال الضوء ديالو ضعيف، راه حتى الغرفه راه ما ضوتش مزيان. بخلاف الا كان التركيز ديالها قوي راه الغرفه ضوى مزيان، ولكن الغرفه المجاوره راه ما ضواش. نفس الشيء تماما، التركيز مرتبط بالثقه في النفس، يزيد ديالها الثقه في النفس كذلك، وفي ربح ديال الوقت ديال الطالب. اتمم استاذ، انا تاخذ نقاط وتنعاود نذكرهم شويه للطلبه. اييه بارك الله فيك. الان غنهضروا على شنو هي اسباب التركيز، علاش التلميذ ما كيركزش. استاذ انا كنبغي نخدم وكنبغي مزيان، كنبغي نجيب نقطه مزيانه ولكن ما كنركزش. هذا الميساج وصلني بالعشرات ان لم نقل بالمئات. بالتالي شنو هي اسباب التركيز؟ ممكن احنا نربطوا اسباب التركيز بشقين، اسباب خارجيه واسباب داخليه، يعني اسباب اللي مرتبطه بي انا كمتعلم، واسباب خارجيه اللي مرتبطه بالمحيط. وبالتالي عندهم الاسباب الخارجيه اللي هي اسباب مرتبطه بالمحيط بشكل كبير. اولا الهاتف، لا يمكن ايها الشباب، لا يمكن انك تفاجا ومكونكت داخل الواتساب كتهضر مع شريك، لا يمكن، امر مستحيل، اثنان لا يلتقيان، يعني الاجتهاد والدردشه. وبالتالي فالهاتف باعتباره وسيله هنا غيتحول العائق، يعني انه ما يخليكش تركز. فانت ما يمكنش انك تركز تراجع درس الماده ديالك وكتدخل فيسبوك وكتدخل الانستغرام وكتدخل واتساب وكتشوف اخر المسجدات، هذا امر مستحيل. وبالتالي فالهاتف يعتبر عائقا من العوائق التي تساهم في عدم التركيز. نقطة أخرى وهي الموسيقى، وطبعا هنا ممكن نهضروا على الموسيقى، ممكن نهضروا على الموسيقى الهادئة، احنا كنهضروا على أنواع احنا عارفين الموسيقى اللي كيعزز على التلاميذ، إما الروك الميتال أو الشعبي، بغض النظر على نوعية الموسيقى، فهنا الموسيقى كتحول العائق. بالتالي أنها علاش؟ لأنها غتعطينا الضجيج، وبالتالي الضجيج غيعطينا لا تركيز، وهذا الأمر غينتج عليه تشتت في الذهن. ومسألة أخرى كذلك أستاذي الكريم، وهي مسألة الأصدقاء. أنت كتراجع كيجي عندك صديق ديالك، أجي نخرجوا نلعبوا، أجي نمشيو نتقهواو. إذا أحيانا الصديق ديالك أش بغيت باقي اللي بغى يربح العام طويل. إذا أحيانا الصديق، أش كيقول لك الصديق قبل الطريق، هو الصاحب ساحب. وبالتالي هنا الصديق أحيانا كيتعتبر هو عنصر مؤثر سلبا على عملية التركيز. انت كتراجع واحد المادة، كتراجع الماس ولا كتراجع الفيزيك، وكنعرفوا على ان المواد العلمية كتطلب واحد القدرة من التركيز عالية جدا، كيجي كيدق لك يلا خرجوا، ولا كيعيط لك يلا مشيو، ولا يلا التيران، ولا يلا المهم كيجي كيشتت لك الذهن ديالك بأنشطة اللي ثانوية، لأنشطة ليست بقيمة المذاكرة في هذه اللحظة. ونقطة أخرى وهي الأسرة كذلك، أحيانا الأسرة الأسرية كتعتبر عنصر عائق. علاش؟ انت تخيل معايا استاذين، انت راك تراجع الماس والفيزيك وتجي تقول لك يلا سير تسخر لنا، يعني هذاك التسخير مثلا كيقدر يهرس لك الكريس مالك الناسق باش غادي بينت في المراجعه. او مثلا انت تراجع وكتسمع الصداع ديال العائله والاسره وكيضحكوا الهراج والمراج ومخدمين التلفازه والعام زين وبخير والحياه السعيده وهذا امر كيف قلتها استاذي، امر ينعكس بشكل سلبي على المتعلم. لان علاش؟ لان التركيز يتطلب الهدوء ويتطلب توجيه الذهن او الطاقه الذهنيه على نقطه معينه. وبالتالي انت كتراجع وكتسمع مثلا الصداع ديال الاسره، فاكيد اكيد اكيد ان نسبه التركيز تضعف بشكل كبير وكبير جدا. هذا الشق المتعلق استاذي بالاسباب الخارجيه. الان ننتقل الى الاسباب الداخليه. والأسباب الداخلية أستاذي فيها أخطاء كثيرة كيهضروا على التلاميذ، وهي أخطاء اللي كنعتبر أخطاء قاتلة بعض المرات. بحال خصوصا في هذه الفترة الآن، دابا مثلا جهوي قالت لي 21 يوم، الباق قالت لي 25 يوم،
فأول سبب يعتبر من الأسباب التي تعين على عدم التركيز وهي قلة ساعات النوم. قلة ساعات النوم يعني أن الإنسان ما كينعش عدد ساعات كافية. كيقول لك أجي نسهر باش نحاول نشد أكبر قدر ممكن من المعلومات. وطبعا هذا أمر صحيا وذهنيا غير معقولة أستاذي، لأن النوم يعتبر فترة ديال أن الإنسان يثبت المعلومات في الذهن، وفترة ديال أن الدماغ يرتاح شوية والبدن يرتاح، لأنه لا يمكن للتلميذ، لا يمكن لأي إنسان أن يراجع ويشتغله وهو في حالتين ذهنية وجسدية متعبة. وانت كيف تعرف أستاذي وانت سيد العارفين على أن في البرمجة اللغوية العصبية أن العقل والجسد يؤثران في بعضهما البعض، إذن هناك علاقة جدلية. ميمكنش أنني أنا نخدم وذهنيا عيان، وميمكنش أنني نخدم وأنا جسديا في حالتين من الإرهاق البدني. هذا السبب الأول وكنعتبره أهم سبب. النقطة الثانية وهو التسويف، غادي ندير. وهنا التسويف هو مرض هذا الجيل أستاذي صراحة. التسويف مرض فتاك ينخر الجسد ديال الطلبة وحتى غادي ندير. وبالتالي التسويف مرتبط عادة بأنه نفسيا أنا عندي واحد نوفر من المادة معينة، وبالتالي التسويف يعتبر من الأسباب التي تعيق على التركيز. وكنت بخدام شوية تضرب 10 دقائق ربع ساعة كتقلب الكتاب كتسد الفطار كتمشي تتفرج كتقلبها يوتيوب ولا فيسبوك ولا كتفرج شي حاجة في شي منصة أخرى، وبالتالي هنا كتكون العملية ديال المذاكرة عملية سلبية جدا. وكتجي كتقول نخدم ثمن بعد باقي الحال اللي بغي يربح العام طويل من نقل انتقال. كاين واحد الخطابات ترسخ فينا الثقافة ديال التسويف، لي زرب تعطل إلى غير ذلك. نقطة أخرى أستاذي وهي التغذية السيئة. طبيعة الحال أنا التغذية السيئة أكيد 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 أنها تؤثر على البدن وبالتالي على الدماغ، وبالتالي التغذية السيئة أستاذي تعتبر كذلك عنصرا مؤثرا في اللا تركيز اللي كيعيشوا التلميذ في هذه الحالة من الحالات. نقطة أخرى كذلك أستاذي هو عدم وجود الأولويات، لأن النقاش في هذا الموضوع نقاش كبير. عدم وجود الأولويات يعني التلميذ ما عارفش باش غيبدأ. وتخيل معي أستاذي أنا طحت مع حالات تلميذ عنده السيزيام حاليا عنده جهاوي وكيقول لك أنني لا ما نخدمش فرنسي دابا أجي نخدم المات، ودابا راه المهم وعاجل. فين هو المهم وعاجل؟ وهنا كنهضروا على مصفوفات ديال إيزنهاور أستاذ، وكاين واحد مصفوفة وجدت التلاميذ هي مصفوفة المواد الدراسية، وبناء عليها كنحاول نصنف المواد الدراسية إلى مواد مهمة وصعبة. يعني كنصنف بناء على معيار الأهمية والصعوبة، وبالتالي في المادة اللي مهمة والمادة اللي صعبة تكون عندها أولوية على المادة اللي مهمة ومشي صعبة، وبالتالي وعندها أولوية على المادة اللي ماشي مهمة ولكنها صعبة ولكن تبقى ماشي مهمة. إذن إلا اشتغلنا بمصفوفة المواد الدراسية أو مصفوفة الأولويات للإيزنهاور فأكيد أستاذي أكيد 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 على أن مشكلة عدم وجود الأولويات يتحل. وبالتالي فعدم وجود الأولويات مرتبط أساساً أستاذي وغتفق معي في النقطة هو بغياب الهدف. أنا علاش بغي نراجع؟ لماذا أرغب في مذاكرة هذه المادة؟ نقطة أخرى أستاذي وهو الإيحاء السلبي نحو بعض المواد، يعني الخطاب السلبي. كنعرفوا على أن البرمجة تؤثر فينا، يعني الأفكار تؤثر في سلوكنا وبالتالي تؤثر في مشاعرنا. ملي كتجي إنسان تلميذ كيقول لك أنا ما عنديش مع هذه المادة، مادة صعيبة ما كتبغاش تفهم ليا، هنا نبرمج ذهننا على أن هذه المادة راه مادة صعبة، وبالتالي فالتعامل ديالي في المراجعة معها غيكون تعامل لي سلبي، تعامل لي شوية سيء واللي غادي يأثر على المذاكرة ديالي. وبالتالي تحدى أستاذي كإنسان كيضرب مجهود كبير وكتكون الفاعلية والفعالية ضعيفة وضعيفة جدا. ومن الأسباب هو الإيحاء السلبي، هو كيفاش أنا كنتواصل مع نفسي بطريقة سلبية. إذا التواصل مع الذات يعتبر كذلك أستاذي عنصرا من العناصر التي تساعد في اللا تركيز. نقطة أخرى أستاذي وهي عدم المراجعة بطريقة سليمة. كاين اللي كيراجع بطريقة غير منهجية، طريقة عشوائية، طريقة عبثية، طريقة فيها الفوضى فيها لا نظام. وأكيد أن هذا الأمر
كينتج عليه مردوديه سيئه، كينتج عليه واحد باش نقول لك استاذي عمل بدون ثمار، عمل بدون فائده، يعني مجهود بدون ثمار. نقطه اخيره في هذه الاسباب استاذي، وهي الخوف من الامتحان. الخوف من الامتحان يعتبر عنصرا هاما. انسان كيخاف من الامتحان، الثقه بالنفس كتضعف، التركيز يضعف، منسوب التوتر يرتفع، وبالتالي ندخل في المنطقه المحرمه عند التلميذ، وهي الشتات واللا ثقه بالنفس، وبالتالي هذا الامر غتنعكس عليه بشكل سلبي، وسلبي جدا استاذ. دونك كي شفنا سي محمد كي نحت معنا الكوتش اشبار محمد، قلنا من خلال التركيز راه كاين عندنا بما يسمى من العوائق الداخليه والعوائق الخارجيه، هو باش ما وكي تيقول لك راه الطاقه ما بيناش تهضر عند ذاك الطالب، لانه ما بقى ليه والو، بقات 21 يوم على الجهوي وبقات 25 يوم على الباك. دونك نقولوا حنا بقات 15 يوم، حيت ديك 7 ايام الاخيره غتبقى غير بور باش لكاين كاين شي حاجه، شي طغرات خفيفه هي فاش نكملوا. كمل سي محمد موضوع سي انا استاذي اما استاذي ليك كمل الموضوع، شيق شيق جدا. الله، الموضوع جميل وموضوع مهم جدا استاذ. الان بالنسبه للحلول غنحاول نتناقشوا في الحلول، والحلول غنصنفوها لثلاثه المستويات استاذ. شنو هي الحلول اللي ممكن تساعدني في المذاكره ما قبل المذاكره، يعني الاشياء اللي خصني ندير قبل من المدرجة، وشنو هي الاشياء اللي غندير اثناء المراجعه، وشنو هي الاشياء اخرى ممكن تساعدني بها. هنا اولا غنهضروا على الشق الاول، مرتبط ما قبل المذاكره، شنو هي الاشياء اللي خصني ندير قبل من المراجعة اللي غتساعدني على التركيز. اولا استاذ، وهي التخلص من المشتتات، على التلميذ انه يتخلص من المشتتات بسرعه عاجله. انت خدام طفي الكونيكسيون، طفي الواي فاي وركز، بغيتي تخدم التليفون ماشي مشكل، ولكن طفي الكونيكسيون. او لما الا كنت غتشوف راسك كاينه المقاومه ديال انك ممكن تمشي، ما تخدمش بالتليفون. اذا انه الانسان خصو يحيد الهاتف، خصو يحيد البيسي، انه صافي هادو تعتبر عناصر التشتيت. خصو يعلم الدار انه انا راه غادي نراجع، الوالده الوالد راه غادي نراجع، الله يرضي عليكم، ما بغيناش شويه، بغيناش الصداع. وبالتالي هما الوالدين في هذه المرحله كيقدروا هذه الاشياء، واكيد اكيد اكيد انهم غادي يضمنوا لك البيئه السليمه. اذا كيف قلنا استاذي، النقطه الاولى هي النقطه ديال التخلص من المشتتات، لان انا ما يمكنش انني غنبدا نراجع وكاين المشتتات، كاين الصداع، كاين الضجيج، وخدام التليفون. بالتالي حاجه غادي ندير، حاجه ما غادي نديروها غادي تكون نافعه. النقطه الثانيه وهي كذلك مهمه جدا في التركيز ما قبل المراجعه، يعني خصني نختار المكان المناسب. ينبغي ان اختار المكان المناسب اللي غادي ندير قبل المراجعه، وهذا هنا هذا المكان المناسب سيكون فيه ثلاثه شروط استاذي الجميل. اول شرط هو بعيد عن الصخر، يعني ان المكان ما فيش الضجيج، ما فيش الحس ديال الضجيج، فلا يمكنني باي شكل من الاشكال ان اراجع في بيئه فيها الضجيج. احنا ما كنقولوش على ان المكان خص يكون هاي، لا، مكان متواضع، المكان خص يكون بسيط جدا، ما فيش صخب لا اقل ولا اكثر. النقطه الثانيه تكون الاضاءه جيده، ان الانسان ما يمكنش يخدم في الظلام، ويفضل انها تكون الاضاءه جيده، وحتى الاضاءه اللي كانت طبيعيه افضل من الاضاءه اصطناعيه، يعني ديال الضوء. اذا الاضاءه ينبغي ان تكون جيده. والنقطه الثالثه وهي نقطه التهويه، كذلك خاص التهويه تكون جيده. فاذا توفرت في هذه الشروط المكان فهو مكان مناسب للمراجعه. ما يمكنش انني انا نخدم في مكان مخنوق ما فيش تشرجم. وبالتالي فاختيار المكان يعتبر عنصرا هاما في عمليه التركيز. وهذا النقطة الثانية. النقطة الثالثة أستاذي، وهي لابد لنا من تحديد الأغراض. ماذا سأراجع؟ شنو هو الهدف ديالي من المراجعة؟ ما يمكنش ندخل في هذه المادة غنراجع وأنا ما عنديش هدف. شنو غنراجع من شنو الهدف من مراجعة مادة الفلسفة؟ شنو الهدف ديالي من مراجعة مادة الفيزياء؟ يعني أشنو غنراجع وعلاش؟ ماذا ولماذا؟ وبالتالي هذه الأمور تحفز الذهن على عملية التركيز. ونقطة أخرى أستاذي، وهي أنه خاصني دائما نوضع جدول ديال المراجعة. ما يمكنش نراجع بدون جدول ديال المراجعة، لابد من وضع جدول ديال المراجعة. الجدول ديال المراجعة غيخليني ننظم العمل ديالي، غيخليني نخدم بواحد الأريحية، غيخليني
ندير الأولويات ودبر أولوياتي بشكل معقول وبشكل منطقي. ميمكنش لأنه يعني كاين هناك واحد الصيف من التلاميذ أستاذي مزاجي، يعني أنه كيخدم نهار بنهاره أو كيخدم حسب مزاجه، وهذا الأمر منهجيا أمر مرفوض وغير مقبول، وبالتالي كتعطينا الأشياء كتعطينا واحد الكارثة وهي المردودية الضعيفة جدا. وهنا في الجدول المراجعة ينبغي أن ينوع التلميذ، ماشي أنا عزيزة الشريعة يمكن نكره العربية عزيزة عليه الفيزيك، أعطي الفيزيك فيزيك 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 أتبقى أعطي الفيزيك فيزيك حتى الطيب، وبالتالي وغتنسى العربية، فهنا تكون عندنا إشكالية كبيرة وكبيرة جدا. نقطة أخرى وهي النقطة الأخيرة في الحلول اللي ممكن نقدموها في ما قبل المراجعة هي الأدوات. ميمكنش إنسان يبدأ وما عندوش الأدوات، كيف يراجع عارف باش نسيت ميستار نسيت الفلوريست نسيت هذه، هذا الأمر غير معقول، لأن التركيز خاص عملية استمرارية، يبقى عملية فيها الديموم وفيها واحد النسق متصاعد بدون الانقطاعات، في حين هاد التشتتات ديال أنني غنجيب ستيلو غنجيب مسطرة غنجيب بلونكو تعتبر عائقة. لهذا التلميذ، اسمعني يا ولدي التلميذ، اسمعني يا بنتي التلميذة، خاصك قبل ما تبدا تراجع تهز جبد الأدوات ديالك كاملة اللي غادي تحتاج باش تخدم بكل بساطة بكل اختصار شديد، المختصر المفيد جبد الأدوات ديالك قبل ما تبدا تراجع. هذا أستاذي باختصار شديد أهم الحلول اللي ممكن تستعنوا بها قبل ما نبداو المراجعة، قبل ما نبداو عملية المذاكرة. كريم دونك كي سمعنا الكوتش سي محمد بحكم هذا الطاقه هو باش يتكلم، وهذه الحرقه اللي عنده تجاه الابناء ديالو بحكم التجربه ديال القسم، فعلا راه نقاط مهمه جدا جدا ما تستهنوش بها ابنائي بناتي الطالبات، ما تستهنوش بهذه الاشياء، وبحكم الامتحانات تقرب وبغينا نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. وي الكوتش محمد انا والصديق نهضروا على النقطه الثانيه، شنو هي الامور اللي غادي نديرها اثناء المراجعه، اثناء المراجعه غتساعدني على التركيز. من اول شيء هو اولا خصني نقرا الدرس قراءه سريعه جدا، ميمكنش انني نخوض واحد المعركه بدون استشراف الوضعيه، يعني خصني نعرف اشنو كاين اشنو كيتسناني، يعني خصني نعرف نقرا واحد الدرس قراءه سريعه قراءه اوليه. الهدف من هذه العمليه استاذي هو معرفه محتوى الدرس، طبيعه الدرس، واش صعب سهل، واش في المتناول، باش نجند ليه كل الامكانات الذهنيه واللوجستيكيه باش ندخل، لانني يعني انا امام الدرس امام انا في هذه المعركه، هذه المعركه خصني انتصر فيها، وهو انني ناخذ اكبر قدر ممكن من المعلومات وترسخ في الذهن، لانه كيف تعرف استاذي على ان عمليه التذكر مرتبطه بثلاثه الاشياء، التركيز، التخزين، ثم الاستدعاء، وبالتالي فلا يمكنني ان اخزن المعلومه بدون تركيز. هنا نحن امام نسق، امام واحد المنظومه متكامله، لا يمكن لعنصر ان يكون دون عنصر اخر. اذا هذه النقطه الاولى استاذي، وهي قراءه الدرس بشكل سريع بقراءه اجماليه اوليه. النقطه الثانيه هو انه غالبا قدر يكون الدرس طويل، نحاول نقسم الدرس الى فقرات، وكل فقره غتناقش محور. مثلا غنعطيو مثلا مثال للاجتماعيات، مثلا عندنا الحرب العالميه الثانيه مثلا كنفترضوا، اسمحوا لنا اساتذه الاجتماعيات احنا غير مثال، مثلا ممكن نهضر نضبط كفقره اولى الاسباب ديال الحرب العالميه الثانيه، الاسباب المباشره والغير المباشره، ثم نهضروا كفقره اخرى على مراحل الحرب العالميه الثانيه، المرحله الاولى والمرحله الثانيه، ثم نقسمها الى نتائج، او هكذا تقسيم الدرس الى فقرات والتعامل مع كل فقره بحثها على اساس انها هي اللي كاينه، يعني انني كنقوم بعمليه الغاء ما دون هذه الفقره، كان هنا كنخدم بمنطق ديال الالغاء والتعميم استاذي، الغي كل شيء من دون هذه الفقره واعمم على الذهن ديالي انه خصو يكون مركز على حاجه واحده. اذا ثم انتقل الى فقره الثانيه ثم الفقره الثالثه وهكذا يسهل علي. بالتالي فالماده الدراسيه بحال واحد الكعكه، لا يمكنني ان اكلها كلها بدقه واحده، لا يمكن، القدرات لا تحتمل. اذا شنو خصني ندير؟ خصني نقسمها لاطراف، نقسم الاجزاء، ناكل كل جزء بوحده حتى يسهل الهضم، وبالتالي عندما يسهل الهضم كتسهل معاه
استقبال المعلومه وتثبيت ديالها في الذهن. نقطه اخرى استاذي وهي ربطها بالانماط التمثيليه. بالنسبه للتلميذ كل ما وظف اكثر من حاسه كل ما ارتفعت درجه الاستيعاب. فالتلميذ ما خصوش يكون غير بصري، خصو يخدم النمط البصري والنمط السمعي والنمط الحسي، وممكن يكون لقاء في الانماط التمثيليه وطرق المراجعه خاصه بكل نمط. كيف قلنا استاذي كل ما نوع من الحواس كل ما وظف اكثر من حاسه، يعني انه يخدم لي فلوريسون، يحاول مثلا يسجل الدرس ويستمع ليه في الاوديو، هنا غيولي الهاتف عنصر فعال، عنصر مساعد. مثلا ممكن انني نلعب دور لاعب ادوار، انني انا نجسد الدور، انني نقوم بعمليه شرح الدروس واخا نشرحها من المخدات راه كنستافد. وبالتالي فكلما كانت المعلومات موظفه او وظفت في اكثر من حاسه كلما تم تثبيت المعلومه بشكل اكبر واكبر. ونقطه اخرى كذلك استاذي عزيز وهي انه في الدرس خصنا نحولوا على شكل سؤال جواب، ينبغي ان اطرح الاسئله وانا اراجع الدروس وانا اراجع وانا اذاكر. هذا طرح الاسئله تساهم بشكل كبير في ابقاء الذهن في حاله التركيز. ونقطه اخرى كتساهم في انني كنعرف نكشف العوارات ديال الدرس وبالتالي الثغرات اللي ممكن انه منها غيجي الامتحان. يعني انا الدرس كنشتغل معهم على شكل سؤال جواب، هذا هو الطريقه ديالي كنشتغل فيها مع التلاميذ سؤال جواب. علاش؟ لان الدماغ البشري يا استاذي حال ماريو، الملابس مشتته هنا وهناك، فانت اذا نظمت المعلومات اكيد يسهل عليك ارتداء ما تريد في اسرع وقت. فكذلك الى وضحت المعلومات بشكل منظم من خلال هذه التقنيه ديال السؤال الجواب يسهل عليك معها ان تستدعي المعلومه، لان العمليه مش عمليه استدعاء، لانه بنادم كيقول لك انا ما كنقدرش نجيب المعلومه، لا، المساله جايه في التركيز ما كاينش، وبالتالي التركيز يؤثر على التخزين، والنتيجه هي ان الاستدعاء يكون ضعيف وضعيف جدا. ونقطه اخرى استاذي وسيد العارفين هو ان الخريطه الذهنيه تعتبر كذلك عنصرا هاما. الخريطه الذهنيه بعد ما كنراجع نحاول ندير واحد الخريطه ذهنيه ديال الدرس، نحاول نخدم فيها الالوان والرسومات والرموز من اجل تثبيت المعلومات. هنا كنحاول نشتغل على فصي الدماغ، الفص الايسر والفص الايمن، بالتالي فهنا كتكون نسبه الادراك وتثبيت المعلومه اقوى واعلى. نقطة أخرى كذلك أستاذي وهي أنني خصني بعد كل 20 دقيقة أو 30 دقيقة نحاول أنني نرتاح، لأن الذهن البشري ذهن يتعب بسرعة، وأنت عارف أستاذي على أن بعد 20 دقيقة الذهن ديال الإنسان يصاب بالكلل، يصاب بالملل، وبالتالي فخصنا نوع النشاط حتى 5 دقائق 10 دقائق نرتاح فيها. وكاينه في الصدد الطريقه اللي كتخدموا بها استاذ اللي هي من صميم الاختراع ديالكم دبليو بي ار، يعني عمل استراحه مراجعه، وبالتالي هذه استراتيجيه خطيره جدا، وانا كنقول لكم من هذا المنبر يعني انها عمل جميل جدا استاذ تشكروا عليه، وكنطبقوا عليها استاذ كنطبقوا على التلاميذ ويأتي اكله. ونقطة أخرى كذلك هو استخدام الأقلام الفوسفورية لي فلوريسون، تعتبر عناصر هامة، تعتبر عناصر مهمة جدا في تثبيت المعلومات خاصة للنمط البصري. وكيف قلنا هذا الموضوع ديال الأنماط التمثيلية والمذاكرة الفعالة موضوع مهم ومهم جدا أستاذي، ربما كيحتاج لقاء. هذا بخصوص الحلول اللي ممكن نوظفوها أثناء المراجعة. الان شنو الحلول، ممكن حلول اخرى بعد المراجعه. اول شيء استاذي لابد اننا نعرفوا على ان الذهن ذهنيه الانسان كتشتغل بالتحفيز، خصني نحفز، وبالتالي التحفيز انني نكافئ نفسي، انا غنوعد نفسي الى ساليت هذا الدرس اليوم غادي ندير واحد الحاجه واحد النشاط محبب، مثلا انني نتفرج في فيلم، نلعب العاب الكترونيه بلاي ستيشن، او نخرج مع الاصدقاء، ندير شي نشاط عزيز عليا، وبالتالي هنا هذه المساله كتولد لينا اش؟ كتولد لينا القابليه والحافز الدافعيه ديال العطاء والسخاء في هذا المجال الدراسي، كتبغيني انني نخدم اكثر. نقطه اخرى كذلك ينبغي استحضارها من اجل التركيز استاذي وهو النوم الكافي. النوم يعتبر عنصرا هاما في التركيز. انا كنقول اليوم عدد ساعات نوم قليله تساوي تركيز منخفض، المتوسط
هو ما بين 3-8 سوايع، 6 سوايع 7 سوايع كافية جدا. وبالتالي والمسألة مرتبطة حتى مع اش غادي نعس، ماشي شحال غنعس عاوتاني كذلك. والنوم النوم أو السدي كيوفر لي واحد الطاقة ديال الاستمرار. فأنا إذا كنت كنعس ساعة ونص ولا ساعتين وكنوهم نفسي أنني غنشرب قهوة وراه صافي مزيان أنا الأليز، غاتجي الامتحان وغاتشوكا وغاتبلونطا. وهادشي شفناه أستاذ في الحالات كثيرة. السؤال ساهل التلميذ كيعرفش علاش، لأنه أثناء المراجعة كان في حد الحالة ديال التعب. ونقطة أخرى كذلك أستاذي وهي التغذية السليمة، أتغدى بشكل سليم، لأن الغذاء السليم كيزود لنا الجسم وكيزود لنا المخ واحد الطاقة لازمة باش نخدم. يعني أنه ميمكنش الاستمرار، يعني بحال المخ بحال بحال حط السيارة خاصو الوقود وخاصو المازوت، والمازوت خاصو يكون النوع الجيد وهو التغذية السليمة. فإذا كانت التغذية السليمة فأكيد أكيد أكيد أنها يكون تركيز وتكون أمور مزيانة. نقطة أخرى وهي ممارسة الرياضة. الرياضة أستاذي تعتبر عنصرا حاسما، تعتبر عنصرا هاما ومهما في النقص من حدة التوتر وزيادة الإحساس بالراحة. وبالتالي فممكن نقص التوتر وكتحس بالراحة بشكل أكبر، فأوتوماتيكمو كتعطينا النتيجة وهي ارتفاع منسوب التركيز، ارتفاع منسوب التركيز. وآخر آخر نقطة أستاذي نختمو بها وهي تقنية بومودورو، وهي تقنية معروفة جدا، تقنية تعتمد على مبدأ تقسيم الأوقات طويلة إلى أوقات عمل قصيرة. مثلا ممكن نخدم 20 دقيقة نرتاح 5 دقائق، أو ممكن نخدم 45 دقيقة نرتاح 15 دقائق إلى غير ذلك. ولكن الرائج هو أننا نخدمه 20 دقيقة كرتاحه 5 دقائق. أستاذي الكريم شكرا سيدي محمد. فعلا سي محمد نطرنا بواحد المعلومات اللي هي مهمه جدا جدا، ما تستاهلوش بها اللي تستفيدوا اكثر، خصوصا ملي تكلمنا على كيفاش حنا نديروا التخزين ديال ديك الماده، وكيفاش نحافظوا عليها، وكيفاش نديروا لها الاستدعاء. وهذا راه كاين حتى في نمط حياتنا راه عادي. شوفي دابا الى الام ديالك ولا الاب ديالك مشى للسوق وجاب واحد المجموعه ديال الخضروات ومجموعه ديال اللحم ولا ديال الدجاج، حنا داك اللحم باش نحافظوا عليه باش نخزنوه، دونك فين خصنا نحطوه؟ ما خصناش نحطوه في اي مكان، خصنا نحطوه في واحد الثلاجه اللي هي فيها واحد القدر ديال الهواء ديال البرد اللي يحافظ عليه. دونك ملي تنحافظوا عليه نهار تنحتاجوا لديك الماده داك اللحم او داك الدجاج خصنا نجبدوه نتدعيو باش حنا نستافدوا منه. راه نفس الشيء في حياتنا. دونك انت باش تقبض واحد الماده من المواد راه خصك تعرف كي دير لها التخزين المناسب وفي المكان المناسب. وراه كل حاجه كي قال لها عباره عن خزانه. وعاوتاني كذلك ملي تيكونوا لي كونديسيون كلشي متوفر محطوط لينا مزيان، كون على يقين، ما تيكون لا توتر، تتكون ثقه في النفس، تتكون القدره على الاجابه، تتكون صحه جيده. حيت راه تكلم لكم على مجموعه ديال الاشياء، حيت انا ما كنتش مركز، كان عندي تطور، ما عنديش ثقه في النفس، ما عنديش الصحه باش نخدم، كون على يقين في الامتحان راك تعرفوا المواد، راه كاين ثلاثه سوايع، كاين ساعتين، كاين راه ما ساهلاش باش تجلس ثلاثه سوايع وانت داير ديك الطاقه الذهنيه كامله باش تعطينا نتيجه، تركز في ديك الماده اللي وجدتي لها وان شاء الله تكون نتيجه ايجابيه. سي محمد باختصار نصيحه اخيره لابنائنا الطلبه والطالبات. والنصيحه اللي ممكن نزودهم هو انه ينظم وقته، يوضع اولويات، يامن بانه له كل الامكانات انه يتفوق، لان التفوق كما نقول هي صناعه تصنع ومهاره تسقل. فعلا شكرا اخي محمد، ان شاء الله يتجدد لقاء اخر. حنا معكم وعلى حسب وقت الاستاذ، حيت تنعرفوا دابا الوقت تاعو ما عندهم ضغط في العمل ديالهم، وحنا تنصرفوا ليه شي شويه من وقته ان شاء الله. وما تستاهلوش بهذا الكلام اللي قال لكم، راه كلام اللي هو مفيد جدا جدا. شكرا اخي محمد وبارك الله فيك، ولقاءنا ان شاء الله في المستقبل. ان شاء الله استاذ حفظكم الله ورعاكم.